ليا انك ترسم البسمه على وجوه الناس خطوه صعبه بتتطلب روح صادقه عفويه فيها الكثير من المرح، وهي الصفات قدر من خلال ضيفنا لليوم انه يترك بسمه خاصه بعالم الكوميديا بتميزه عن باقي الفنانين. نور بين الدراما والتاريخ براعة بالأداء وإبداع بالتمثيل، لكن بقيت للكوميديا مساحة خاصة، فقدر يلعب ببراعة على شخوص بإتقان وحرفية. وبالختام ابتسامة بترافقنا لمجرد لقائه، فصبحنا غير اليوم مع صانع الابتسامة من القلب الفنان معا عبد الحق. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. إن شاء الله نعاد عليكم ان شاء الله بالخير. كوادر الاخباريه السوريه، محطه الاخباريه العزيزه على قلوبنا، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بألف خير. يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. وانت من اهل البيت، مجرد ما نقول فعلا معنا عبد الحق الابتسامه بترتسم على وجهك، يعني دائما في ضحكه بترافق. الحمد لله، يعني خصوصي يعني ما في لما نقول معنا عبد الحق دائما بنتذكر مشهد من اعمالك ترتسم الضحكه فورا على الوجوه. الحمد لله، تسلمي، يعني شهاده وشكرا لك. ان شاء الله دائما يكون في فرص تتيح نقدم ادوار او اعمل ادوار. الكوميديا بتعرفوا يمكن حاكي كثير، يعني هي من شغلات محببه الى قلبي. لما بسمع هذا الراي يعني بالتاكيد بكون انا كمان يعني سعيد جدا. طيب، كنا عم نحكي قبل تحت الهواء قبل ما نفوت بالتفاصيل انه كيف بتقضي العيد، العيد عندك كيف بيكون؟ لا، هو عموما انا يعني ماني من محبي الضجيج، يعني وهيك كنت عم اقول لك شغله. بعتقد اكثر احساس مشترك خلينا نقول بين السوريين حاليا، يعني اعتقد اللي هو العيد الحقيقي، يعني هي السعادة، مصدر الفرح الحقيقي هو الشعور الجمعي باستعاده الامان، استعاده الحياه، خروج العالم. يعني كنت عم بحكي شغلة مرة مع أصدقائي إنه اللي صار مؤخرا بمعرض دمشق الدولي، هذا الكم الكبير من خروج الناس، من ذهاب العالم للمعرض، مشاركته فيه بهي الأعداد، حقيقة العالم يعني أكيد هو كما يقال تظاهرة اقتصادية وهيك، لكن بالأساس ارتاحت نفسيا، العالم كانت عم تحكي شيء، عم تقول شيء، عم تعبر عن فرحها. هذا العيد، يعني هو سائبت إجا مع عيد الأضحى المبارك، يعني هذا هي المناسبة، لكن هو هذا العيد الحقيقي، شعور الناس بأنه باستعادة الطمأنينة، بلدها رجع لها، بلدها مو بس بالمعنى الجغرافي، أولاً المعنى الجغرافي طبعاً، لكن بالمعنى النفسي، بلدها، هويتها، هوية حياتها، هوية عيشها، استعادتها هي بالنسبة للعالم، هذا هو الفرح الحقيقي، هي السعادة الحقيقية. أنت لو بتشعري حالك، لو كنت قاعدة بالبيت، مو شرط يعني تكوني بأي مكان عام، لكن العالم مرتاحة، العالم مبسوطة، العالم عم تطلع على مشاويرة، الابتسامة المرسومة على العالم، استعادة سوريا لكل هي الثقافة وكل ثقافة الحياة اللي هي حقيقة ثقافة الحياة اللي نحن بنحكي عنها، اللي منقدم بجانب من جوانب الشهادة من أجل الوصول لحياة كريمة، حياة عزيزة، مو أي حياة نحن بتعنينا أكيد. صحيح. هاي ثقافتنا بسوريا. هذا المظهر، مظهر الحياة، ابتداء من مناسبة معرض دمشق الدولي وصولا لعيد الأضحى المبارك، هذا الشعور. وهلأ المدارس بعد فترة، هذا الشعور كمان. فوز المنتخب، فوز المنتخب موضوع هذا على جنب. أول شيء نحن معلش أنا عزتنا نبارك لهم، كلنا نبارك لهم. أنا اليوم كنت عم حاول إني لاقي قميص المنتخب، كنت حابب أحضر حلقة يعني بكنز المنتخب، إن شاء الله نلبسها بعد التأهل إن شاء الله على روسيا إن شاء الله يعني. 2018. بس بكل الأحوال المنتخب شرفنا، والشباب قدموا صورة جميلة جدا، بتكون دموع فرح. التحدي أكبر من أي مناسبة، من أي مناسبة سابقة، يعني خلال أنا تابعت يعني خلال عمري كل تصفيات كأس العالم، بتذكر بال 86 كانت فرصتنا كبيرة جدا وما توفقنا بآخر مباراة، لكن الآن التحدي أكبر مما هو تحدي الرياضة، لأنه ضمن إمكانيات محدودة وجهود مضاعفة وقت كمان. نعم، لكن ضمن ظرف يعني استثنائي. أنا ما فيني يعني ما فينا نحن نطلع من هي من 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 الحديث عن هذا الظرف. طبعاً صح، في تحدي أمام العالم أجمع. بعض المتابعات إلي لصحف أجنبية كيف كتبت صحف، يعني ما كثير سعيد إنه الغرب يعني يكون إذا مدحنا ولا مدحنا مثل بعضها، بس لكن بعض المتابعات يعني بالكتابات عن منتخب سوريا، هذا الظرف اللي نحن فيه تحدي، هذا الأهم.
دي انجاز يعني تتمناه دول. نحن شفنا لعبنا مع منتخبات عدا عن مساله انه انا ما بعرف هي مثل ما كتبوا يعني انه عم لعب مع منتخبات امم متحده يعني كل لاعب من بلد ومجنسه وكذا، بس مجرد المعلق الرياضي لما يقول المنتخب السوري سجل جول لحالك لا طبعا طبعا يعني، لكن انت قارني بالامكانات صحيح يعني ما يتحقق. نحن عم نلعب بموهبه اللاعب المحلي صح. بالمعنى الحقيقي والكامل. نحن شايفين بالفتره الاخيره قديش في تهافت مثل ما يقولوا على اللاعب الوطني السوري بالانديه الكبيره سواء عربيا او حتى عالميا. طب هذا هدول الشباب اللي اجوا، هذا التحدي اللي عملوه. انا بس بدي اقول لهم الفرحه كبيره كثير كثير اللي يعني اللي صنعتوها، فوز مستحق وكبير، واداء وطريقه لعب ممتازه خاصه بالشوط الثاني، كنتوا ممتازين وشكرا كثير. نحن يعني كلنا امل ان شاء الله بالوصول لروسيا 2018، واعتقد انه جيل ذهبي للكره السوريه وبظرف استثنائي، وهي رساله كبيره كثير، وما في احلى من انه نكون بروسيا 2018 ان شاء الله يا رب. والثلاثة اكيد كلنا متحمسين وكلنا رح نكون اكيد رح نلعب مع الشقيقة ايران وان شاء الله نحن وايران الى روسيا ان شاء الله. ما بعرف يمكن حزب الله كمان معنا يعني عن جد الفرحة البسمة من قلبك بتقدمها للقلب مباشرة. خلينا نرجع لأدوارك، خلينا نرجع للتمثيل، خلينا نرجع على هي الموهبة السورية يلي وصلت يمكن خلينا نقول بلا وصاية، وصلت لأنه هي قريبة من القلب موهبتك. خلينا نحكي عن آخر عمل وهو أزمة عائلية. العمل يلي شاركت فيه كنت بدور مختلف شوي، كنت بعيد شوي عن في كوميديا ولكن مو معا يلي دائما بيقدم الدور الكثير مهضوم. الله يسلمك. لا هو مضبوط ملاحظتك، هو عموما أزمة عائلية عدة فرص بفرصة واحدة. أولا العودة للعمل مع الأستاذ هشام شربجي، هو عودة الأستاذ هشام شربجي للنمط الأعمال الكوميدي اللي انشغلت بفترة من فترات ضمن الاستوديو هيك. هي أول خليني أقول كان أول مكسب للدراما السورية عموما وإلي على المستوى الشخصي. الشغلة الثانية نمط أزمة عائلية اللي هو بالأساس ما قدم كعمل كوميدي، يعني بمعنى بصفة عمل كوميدي هو عمل يعني خلينا نقول يقدم يعني حلول طريفة أو رواية طريفة، مو كوميديا يعني بالمعنى الكامل للكلمة، في قراءة طريفة خليني أقول لأزمات واقعية قد تكون في كثير من الأحيان مأساوية، معالجة طريفة فيها مواقف طريفة كذا، لكن جوهر القصة في معظم الأحيان هو كان جوهر يعني إنساني تماما، جوهر إنساني فيه مأساة فيه فكرة تماما، طريقة معالجة، طريقة توصيل الفكرة من خلال مواقف حوارات بالتأكيد كانت طريفة كوميدية. هون كانت لعبة العمل، كان أول عمل إلي كمان على سيرة فرص مع إنتاج المؤسسة العامة للسينما. كل هاي مجموعة شغلات كانت بالنسبة لي بتشكل فرص جيدة. طبيعة الدور مثل ما قلتي مانو هو يعني فاقع بالدور كوميدي فاقع مثل ما أنا بحب أحيانا كثير، بس هذا ما بيمنعني بحب شغلات ثانية كمان. هذا ما بيمنع أنك مو بس فنان كوميدي ولكن موضوع آخر، بس يعني الحمد لله هي كويس إنه الواحد يلاقي تلوينات قدر يجرب كل شيء. يعني اعتقد سر العمل بهي الواقعيه، وعسى يعني انه يكون بدايه لما خليني اقول يتشجعوا كتاب اخرين كذا على سلوك انه انت فيك تعمل ضمن الحمد لله نحن بنقول ان شاء الله طلعنا من الازمه ان شاء الله، لكن انت ضمن اي ظرف مهما كان هذا ظرف صعب او قاسي او هيك فيك تقدم معالجات، فيك تقدم قراءه كتابه، هي موهبة عند الكتاب. يعني نحن عنا شوي أزمة نصوص، عنا ضعف الحقيقة. يعني أنا من خلال هيك أنا ليش بدي أسألك، أزمة نصوص اليوم إن كان كوميدية أو مثل ما قال فيها نوع من السخرية للواقع طبعاً الحالي، لهيك شكل يمكن أزمة عائلية بصمة عند الناس رغم طبعاً كل الانتقادات. أكيد نوجه تحية للأستاذ هشام شربجي وجميع العاملين فيه وللأستاذ رشيد عساف، كان له بسمة يمكن وذكرى موجودة بذاكرة الجمهور كله، يعني ما في مكان ما ينقال انه من الاعمال اللي تم حضورها بشكل كتير كبير ازمة عائلية تمام.
فهذا اللي يميزه. في ازمه نصوص للكوميديا نحن عم لا هو هي دائمه على فكره قصه يعني قصه موضوع النصوص وهيك وعوده هشام شربجي يعني كل فتره وفتره بيكون مثلا حتى يمكن بلقاء سابق باللقاء السابق على الاخبار السورية حكينا على نفس الموضوع. هي موضوع لك موهبه الكتابه الحقيقه مساله كمان ما سهله يعني احنا ما عم نحكي عن اي كتابه عم نحكي عن اذا بنحكي عن كتابات جيده عم تحمل فكره سيناريو شيق حوارات ذكيه هي بشكل عام ما سهله ممكن تلاقي كتابات كثير احيانا بيبقع الضوء بتمرق لوحات كثير بس بدك تنتقي يعني كل قائمين يعني بدهم ينتقوا بيضطروا بتلاقي عدد بتنتقي تضطر يكون قليل موهبه الكتابه ما مساله سهله بجوز كثير عالم تحاول فيها او هيك لكن هي لتوصلي انت لنص فعلا بيحمل بيوصل فكره حلوه وبطريقه جميله وحوارات حلوه ما مساله سهله لذلك ما بيخلى طبعا يعني في كثير شباب عم تشتغل وتجتهد لكن بدنا الافضل اكيد طبعا اكيد. يمكن في سؤال دائما بيسالوك اياه او بيسالوا لاي فنان انه شو هو الدور يلي ناطره شو هو الدور يلي ما قدمته. انا بدي اقول لك شو هو اكثر كثير سهل انا بدي اسالك انه شو هو اكثر يمكن كيف اكثر دور هو معا هو اكثر دور انت عملته ولكن اثر فيك من جوا ويمكن هيك ارضيت غرورك. لا هو انا بحب دائما الذكرى الاولى البدايه الاولى اللي كانت كمان مع استاذ هشام شربجي ببطل من هذا الزمان يعني الحقيقه هو والحقيقه هو كان قريب من معن بوقتها نعم. يعني بمعنى البكالوريا كانت لسه قريبه صحيح هلا لسه بلعب بكالوريا بس يعني كانت البكالوريا قريبه والجو النفسي تبعها وحتى سلوكي اثناء قريب من الدور وكذا فكان فعلا انا يعني من الشغلات اللي بحبها يعني من هذه الادوار ونمط هذا الاعمال بشكل عام ايا كان طبيعه الدور اللي عم يشتغلوا فيه نمط هذا الاعمال محبب الي يعني الشغلات اللي حكينا قبل شوي تماما فيها كوميديا بتكون طبعا حسب كمان الناس الموجوده معك التعاون النص الكذا بس هي من الاعمال الحلوه والادوار اللي لها ذكرى هشام شربجي الاستاذ يعني له بصمه ولمسه خاصه لا شك في يعني في حيز خليني اقول بذاكره كل الناس بالذاكره تماما بذاكره كل متابعي الدراما بسوريا حيز محجوز وخاصه بعالم الكوميديا صنعه الاستاذ هشام شربجي واعتقد انه قدم اعمال غاية بالتميز يعني عائلة خمس نجوم يوميات مدير عام من أجمل الأعمال اللي تماما ومجموعة كبيرة من الأعمال لكن يعني إلى بصمتها وحضورها بذاكرتنا. طيب بين بطل من هذا الزمان واليوم أزمة عائلية شو اللي تغير بمعن عبد الحق كفنان على الصعيد المهني والتعامل مع كمان اسم كبير مثل الأستاذ هشام شربجي تمام لا شك أول شيء كنا عم نرجف لا طبعا يعني أكيد في تراكم يعني لما انت بعد 10 سنين من العمل او اكثر لا 15 سنه بس يعني خلينا نقول كمراحل يعني مجرد انه مرق عليك عدد سنوات من ممارسه المهنه كذا لا شك انه يفترض انه الممثل يطور حاله يسعى لانه يطور حاله لا يتمكن من ادوات عمله بشكل اكبر يسيطر عليها بشكل اكبر التلوين الاختلاف بين الادوار يساعده اكثر لكن دائما قد ما تراكمت هي الخبره بيضل احساس المسؤوليه القلق يعني تمني انه مثل ما تقولي يعني معنى الفني يعبي عين العالم يعني بشغله يعني عرفتي كيف يعني انه تكون العالم رضيانه يطلع عمل كويس او دور كويس او هيك هذا طموح موجود دائم هاجس دائم قلق دائم اعتقد عند جميع الممثلين يعني هذا مشترك عند الجميع فبالتالي لو مرقت سنوات يعني وتراكمت ممارسة طويلة وخبرة لكن بده يضل إحساس المسؤولية هاد التمني إنه دائما تكون في أدوار أفضل دائما تكون في فرص أفضل بالتأكيد طبعا نعم إن شاء الله يا رب. معنا يمكن الشباب مجتمعين ناطرينك عم يلعبوا كان عم يصوروا معنا يمكن عم نشوف أدوار كوميدية عفوا وأدوار مشتركة بالدراما ولكن ما بتخلى من الدراما السورية والفنانين السوريين ولكن اليوم الكوميديا في فكرة في نص في ممثلين ولكن يمكن ما في شيء بيرويك تمام صحيح قصدك بالنسبة للدراما السورية الكوميديا بشكل عام خلينا نحكي عن المسلسلات الكوميدية تماما. هلا أول شيء بس بدي لك شغلة إنه نحن يعني بالسنوات السابقة أثر الظرف العام طبعاً. اللي نحن مرقنا فيه على خليني أقول لك مثل ما أثر على المزاج العام على النفس تماما أثر حتى على المزاج الفني بمعنى إنه أنت ضمن الظرف يعني مأساة الظرف اللي مرق
كان من الصعب انه تقدري تروحي لتقدمي يعني كوميديا فاقعة او حالة كوميديا حتى لو مو فاقعة، بس انه يعني كان صعب. كان ممكن انك تعملي شيء قريب من بقع الضوء، قريب من نمط اعمال فيها سخرية او فيها تهكم على ظروف لوحات. فيها تخفيف يعني من مثل ما نقول شوي على الاقل تساعد العالم على انه يعني تساعد على استمرار العالم، على تتهكمي على الواقع المعيشي احيانا، على تقصير معين، على هي القصص. بس اما تروحي لخيارات بالكوميديا ابعد، بعتقد انه الظرف ما كان كثير مناسب، او كمان بجوز ما ظهرت كثير نصوص، لكن بعتقد كمان الظرف ما كان كثير مساعد. يمكن على الصعيد مو بس الكوميديا، على صعيد الدراما السورية بشكل دراما عموما العام يعني. لهيك انت مقل يمكن باعمالك، يعني لما نشوف معنا عبد الحق. لا هو انا والله ماني اني يعني اني مقل يعني، بس هي الفكره او انتقائي فينا نقول يمكن. تمام. هلا هي الفكره انه دائما يعني شوفي، اولا الخيارات بجوز خلال الازمه اللي مرقنا فيها ما كانت خيارات كثيره، وبعض الخيارات اللي تقدم يعني انا بقول انه زمانه مضطر الواحد كثير 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 ممكن اني ما رحله. عرفتي كيف؟ ما بكون رضيان عن بعضه طبعا، حتى ما ادعي انه في كثير، لا في بعض الخيارات انا ما بكون رضيان عنها اما فنيا او ماديا، فماني مضطر اني اروح لهي الخيارات يعني الا تمشايت حال. لا لا ما في داعي. نحن لا اقول لك شغله، انا يعني ما يعني دائما بقول شغله، نحن لما تخرجنا من معهد العالي للفنون المسرحية تخرجنا ضمن سوية تعليمية، ضمن سوية خليني اقول لك يعني ما بدي ادعي انا قصة الثقافة، وانا لا بدعي ثقافة ولا بدعي صفة المثقف اصلا، بس بدي اقول لك اكاديمي يعني لما تكون حد ادنى من خلينا نعتبرها ثقافة حياتية، ثقافة بعض الجهد اللي بذلناه بالمعهد 4 سنوات من التعليم. الاهم من هذا كله كانت ثقافة احتكاكنا مع الاساتذة اللي هن الحقيقة تلقينا منهم الكثير من الخبرة. طيب هذا الشيء تلقائيا نحن يعني لما بقول نحن بقصد انه انا ومجموعة من الزملاء بيحدد لك معيار معين. انا ما فيني اروح اشتغل بعمل بشعر تجاهه انه غير مرضي على مستوى فني. هلا حتى اكون صريح، اذا كان كثير مرضي على مستوى مادي ممكن ممكن طبعا انه بالاخير هي معيشة يعني. صحيح. ومعليش انا افضل اي عمل، حقيقه افضل اي عمل اذا كان مردوده جيد ضمن البلد اريح لي من كل النواحي. صحيح. عرفتي علي شلون؟ ما انه الواحد يضطر للسفر او هيك. ف بس بالعموم انا ما كثير بحاول اني اصمد تجاه طبعا الخيارات اللي مرقت خلال السنوات الماضيه عموما تراجعت بحكم الظروف، بحكم مثل كل المجالات صار تراجع بكمية الإنتاج وبنوعية الإنتاج، لكن الحمد لله أعتقد حتى ما عم نقول إنه هلأ عم نرمم، لا إن شاء الله خلال أعتقد العام المقبل أو اللي بعده في فرصة لعودة كبيرة جدا إن شاء الله. إن شاء الله. الإنتاج إن شاء الله يا رب. أكيد الوقت بيمضى بسرعة مع حضرتك. نحن بدنا نتمنى لك عيد سعيد لك ولعيلتك، أكيد بدنا نعايدها، إن شاء الله بينعاد عليكم بالفرح والخير، وبنستقبلك بحلقات جاية وتكون منور ومشرق ونجم أكثر وأكثر وأكثر. برجع بجدد الشكر والمعايدة لمحطة الإخبارية السورية واللي هي عزيزة على قلبي بشكل خاص. لابد بس دائما، وهذه مو من باب اللازمة يعني، هذا من باب دائما الحضور والوفاء والتذكر، جيشنا العربي السوري الباسل كل الامتنان، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم منتصرين، كل عام وانتم تاج الرؤوس، وان شاء الله الى دير الزور والى ما بعد دير الزور وما بعد دير الزور، والعين على الجولان. مقاومتنا الباسلة، رجال المقاومة، سماحة السيد حسن نصر الله، الوفاء بالوفاء، الدم بالدم، كما قال سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. معايدة خاصة لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وعائلته الكريمة في قلوب كل السوريين، جنود الجيش العربي السوري وضباطه، شهدائنا رحمهم الله. سوريا إن شاء الله عائدة، وهي لم تزول ولن تزول إن شاء الله. شكرا كثير إلى نصر قادم في دير الزور. قلوبنا معكم، منتخبنا الوطني من طهران الى موسكو ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وكل عام وانتم بخير. بعد هالكلمات ما في حكي. بعد هيدا الحكي شكرا كثير لك فناننا الجميل معن عبد الحق، صاحب يمكن الروح الجميله والعفويه. شكرا كثير لك.